أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: العلماء مصابيح الأرض، وخلفاء الأنبياء، وورثتي وورثة الأنبياء. وعن مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: هلك خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. وعن إمامنا الصادق عليه السلام أنه قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله عز وجل العالم والعابد، فإذا وقفا بين يدي الله عز وجل قيل للعابد: انطلق إلى الجنة، وقيل للعالم: قف تشفع للناس بحسن تأديبك لهم. وقد أنعم الله تعالى على بلادنا البحرين من صدر الإسلام وحتى زماننا هذا بنعمة العلماء الربانيين، حيث عاش على هذه الأرض الطيبة كبار علماء الإسلام وحفظة العلم والمروجون له والعاملون به، وقد استطاعوا بجهودهم المخلصة أن يغرسوا في هذا البلد شجرة التقوى وحب الإسلام وتعاليم القرآن ومودة ذوي القربى وإحياء أمر أهل البيت عليهم السلام وطاعتهم وولايتهم والسير على نهجهم وهو نهج الإسلام الأصيل. ومن بين العلماء الأعلام والصالحين الأخيار والعاملين الأبرار الذين بذلوا عمرهم الشريف في تعلم العلم وتعليمه والعمل به، العالم العامل، التقي الورع، المجاهد في سبيل الله تعالى، المربي الأخلاقي، سماحة العلامة السيد عبد الله الغريفي حفظه الله ورعاه وأدام ظله الوارف على رؤوس المؤمنين. إن سماحة السيد شجرة مباركة تؤتي أكلها الطيب وثمرها اليانع أينما كانت وحيثما اتجهت وفي أي بقعة حلت. وبمناسبة رحلة الفحوصات الناجحة لسماحة السيد ونتائجها المطمئنة، نحمد الله تعالى أولاً على سلامة سماحته ورجوعه إلى أرض الوطن سالماً معافى، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعلى المسلمين بطول عمره الشريف في صحة منه وعافية، فأهلا به وسهلا. كما ونسأل الله تعالى أن يمن على رفيق دربه العالم المجاهد التقي الورع سماحة آية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم بالصحة والعافية والفرج العاجل،
اللهم اجعل عبديك وابن عبديك سماحة الشيخ وسماحة السيد وعموم المؤمنين والمؤمنات في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل المرابطين والمجاهدين في سبيلك أينما كانوا في ذرعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم فك أسراءنا وأسيراتنا من سجون الظالمين. اللهم اشف مرضانا، داو جرحانا، رد غرباءنا، اكشف ما نزل بنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا. إلى علمائنا الماضين وشهدائنا الأبرار وموتى المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة على محمد وآل محمد.